محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو أحوالكم البنات؟ لاباس إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين. ونأكد على الصحة لأن هي النعمة. ربي يحفظنا أجمعين يا ربي ومتعنا بصحيح دوناتنا. وقبل ما نبدأ فيديو اليوم، هو فما فيديو اليوم كله هكا فايدة إن شاء الله إفادة. اليوم نحب نشكر كل حد سأل على كل حد دعالها، كل حد تمنى لها الخير، كل حد تمنى لها الصحة، طلب لها الشفاء. الله يستركم وينوركم ويبارك لكم. شكر كبير جد ما نقول، راو الفم واللسان يعجز عن التعبير. الشيء اللي شفته في الفيديو اللي فات من محبة، ربي يجبر بخاطركم. ونحب نقول حاجة يقولوا اللي يتبعك يشبه لك. بالحق اكتشفت الحاجة هي اني يطيب خطركم محلية هكا، ناس تشبه الناس تتمنى الخير لغيرها ومن غير حتى ما تعرفها ولا عشرتها. ربي ينوركم، محلى محبتكم، هذاك هو اللي يخلينا نواصله. لله الحمد لله، معناتها مقبرة توا في كتفها وكلها، أما إن شاء الله بقدرة ربي تولي لباس إن شاء الله. ادعو لها وكها والله ينوركم الناس كلها. نبدو فيديو اليوم على بركة الله، في برشا أفكار للطبخ وباش نهزكم معايا وهاكم معايا، وإن شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل. ونبدو توا على بركة الله الروتين متاعنا اليومي اللي ما نجمش نخرج من الدار إلا ما نغسل معوني وننظف دنيتي كلها ونشوف اللي ليا ونشوف اللي عليا كيف كل امرأة في الدنيا. تصور هكا معناتها فمش امرأة تخلي دارها وتخرج إلا للضرورة يعني، ولكن ديما تخمم تقولك عندي معون مش مغسول، عندي فطور مش طايب، عندي عندي عندي. وعلى فكرة كلي تخدم، كلي قاعدة في الدار، كي لم، كي مش أم، كي الدكتورة، كي الإنسانة اللي مازال تقرأ، كي اللي ما تقرأش الحصيله كلنا. هذاك المعجن، هذاك المخبوز، كيفاش يقولهم حصيله؟ صلحوني في الكومنتير. المهم البنات، هنا باش نكمل معوني كل اليوم، باش نحضر معاكم قبل كيما قلت لكم ما نخرج فطور الصباح، باش نعطيكم هكا أفكار على السريع تنجموا تعملوا فطور الصباح من غير حتى تعقيدات ولا حاجة، ويجيكم بنين ياسر. ما هوش مكلف باش نعمل المالح والحلو من حاجات موجوده في الدار. كما تعرفوا نحن في وقت الاقتصاد توا والحذاقه، هنا عندي خبز بيت جبته قصيته هكا دي ترونش صغيرين، ماذا بيكم البنات يكونوا رقاق ما همش ياكل خشان يعني ورقه هكا. ليش؟ لانه باش نستحقوا لهم في المقلق. وعلى فكره حتى كان عندك ولاد ما يحبوش الماكله البيت والخبز البيت سيرتو، راهو الطريقه دي باش يولوا يحبوه وياكلوه. تو تشوفوا هاكم معايا وتشوفوا الشكل نتاعه ووروه، اذا عندكم قولوا شوفوا تشوفوها في المقلة رسيت ليهم وقولوا صغاركم يعطوكم رايكم فيه. هنا البنات بعد ما باش نقص الخبز باش نجيب عندي العظم، هنا حليت عظمه وكملت الثانيه. طبعا انتم وكميه الخبز اللي عندكم، وخذيت الحليب. انا ديما راهو حتى مع الاومليت نحط الحليب مع العظم هكا، وحتى مع الطاجين تعلمت هذه من خالتي، من عند خالتي الطاجين فيه الحليب يجي طيارة. المهم هنا بعد ما حطيتك العظم والحليب ركضتهم بالكدا، زدتهم شوية ملح، نزيدهم شوية ملح شوية فلفل اكحل. قلت روحي ما عنديش فلفل اكحل مرحي، مشيت جبت المهراس وعندي الكعب وبديت نهرس فيه. والله البنات اكتشفت حاجة، انك تشريه كعب خير من انك تشريه مرحي، عنده ريحة باهية برشا، ريحة قوية وأحسن يعني، وأنتي تتحكمي في يعني في الخشونية في الرحية متاعو، يكونش مرحي برشا ولا يكون هيك يبدا ظهرك الفلفل الأكحل. فما ناس ما تحبش تحط، راهو مش الناس كلها تحب تحط فلفل الأكحل، فما ناس تقولك يقلقني. المهم أما أنا نحبه بصراحة مع العظم، ينحي أعزكم الله كالزفارة وما يعطيش حرورية راهو في العظم، ما نحسش أنا. سمعوا ذكرت حاجة، للا تقولي فمك ميت لسانك ميت خليه انت عاد، نقول لها مش حارك الحاجة، لا لا تقولي انت خليه انت فمك ميت. المهم شفتوا مثلها عظم مازال راه تشوفوا من بعدني مازلت نكمل فيه، عظم وشوية حليب وهكا رشة ملح ورشة فلفل اكحل. هنا باش نحط المقلة متاعي ماني غسلتها، باش معناتها نخليها تشيح في الغاز وبعدين باش نولي نزيدها الزيت. وديما ننصحكم ما تحطوش الماء مع الزيت، ماكم تعرفوش يعمل في المقله، حاجه يهلك لكم الدنيا كل حتى الغاز يهلك هيكم. هنا حطيت الزيت بعد ما شحت المقله
وباش نجيبك الخبز اللي عندي هذاك ونبدا توا نرصف فيه. والله البنات وانا نرصف فيه من غير حتى هكا حاجه دهنت، اسمعوني راه تنجموا تدهنوا بالزبده مش كان بالزيت، وانا هكا نرصف في الخبز نتاعي برازار جاني بالضبط. فما كانك القعموره الصغيره ذيك انا مخليتها ديجا، ولكن شكله محليه وجاني بالضبط، فيها هكا قعميره صغيره ذيك هي اللي تقعد ديما كيكه. راهو سبحان الله كي نحط الحكار يجي ما شاء الله. هاوين شوفوهم انتم، وفما طرف صغير وهوني قعدت تقلق عميره كصغيره، شوفوا بربي نقلب وشي ما حبتش تتقلب. افكار هكا الفطور الصباح. مازالت تو نعمل لكم كاب كيك بطريقه اقتصاديه ما فيهاش حتى التكلفه، وزادت تخرج لكم كميه كبيره. تو تشوفوا من صحفه صغيره قداش عملت من كعب، من حكايه معناتها بالمغرفه وكيلت، ما كيلتش بحكايه كبيره. هنا نقلبهم كلك الخبيزات هذوكم، وباش نزيد عليهم العظم، هاك العظم والحليب اللي عملتهم هذوكم مع بعضهم باش نصبهم هنا. تجيكم كي شكل البيتزا تو تشوفوا من بعد كي نطيب ونبدا ناكل منها كيفاش نهزها بكلها مع بعضها. المهم اهم حاجه ما تخلوش الغاز قويه، علاش؟ خاطر كي تخلو غاز قويه تتحرق لكم ما تطيب لكمش من فوق. هاوين بحكم انا تعرفوني نحب الخضره ونحب الماكله اللي هكا تبدا مزينه كلها الوان، حطيت هنا طماطم مكعب، نجمو تحطوا فلفل اخضر. تو تشوفوا تو نجيب الحبق نتاعي، والله شيخه عليهم هكا الحبقات. باش نحط الطماطم نقصها هكاك كيما تحبوا نتوما، قصنا تنجمو تعملوهم رونديل والا تقصوها هكا صغيره كيما تحب. وهنا زدنا جبن وما أدرك من جبن. جبن يزيد يعطيكم بن على بن، العظم وجبن وطماطم من أبن ما تاكل، حاجات تمشي مع بعضها. وهنا جبت الحبقه نتاعي، شوفوا ماني قلت لكم عندي ثلاثه، هذه سيدي حطتها في الدار ندي بها، الاخرين حطيتهم برا الفوق في الشباك ونقعدوا وكل قاعده صباحيه ان شاء الله نعودوا نقعدوها. الحصيل وهاني دخلت هذه كل يوم عامله عليها جو ومبدلها من بلاصتها، لونها اخضر اما مع الاضاءه خاطر عامله الفلاش ظهرت لكم مستصفره، اما فيها لون يهبل يعشق. فحطيت كل شيء دياري البنات، ابا بابا ولا كل شيء دياري، لا مش كل شيء باش ما نبالغوا، اما الحمد لله هاوين الواحد يدبر راسه باللي عنده يعمل كيف هكا على حاجات، وان شاء الله حتى من اللي كيما نقولوا احنا البيت ولا اللي هو، اما جيكم ماكله بنينه. توا جينا كاب كيك. هنا الكاب كيك جبت من الحاجات اللي باش نستعملهم من قهوه ولا نسكافيه كان عندكم، من حليب من سكر من كاكاو ومن فرينه. هنا اول حاجه جبت عظمه باش نحط كعب عظم، شوفوا بكعب عظم باش نخرج ثلاثة كعبات كاب كيك، هذوما هما باش نعملها بالمغرفه. تو الكيله نتاعنا بمغرفه الماكله الكبيره هذيك. هنا باش نجيب السكر نعمل ثلاثة مغارف سكر، هما راهو على كل هذه معناتها كانه باش يطلع لكم على كل كاب كيك تعملوا مغارفة سكر. وهنا باش نجي نحط نحركهم الساعة قبل ما نحط اي، جيبوا اعملوا رشه ملح معاه، حرك بالقدا حتى لينك العظمه تتحل مع السكر بالقدا. ومن بعد باش نزيدها القهوه، هنا باش نعمل القهوه كيما قلت لكم عندكم قهوه، انا عملت قهوه بوندانك المرحيه، القهوه العربي عملت، انتم تنجموا بالعكس تعملوا نسكافيه، وجدت بنينه صدقوني بالقهوه العربي وجدت بنينه، والا كالقهوه سريعه الذوبان هذيك. وهنا عندي الكاكاو عملت مغرفه واحده كاكاو، ما تستحقوش البرش،
يعني مثلا مش تعملي كعبتين، اعملي نص مغرفة، وحتى مغرفة صغيرة تنجمي تعملي كل على كل كعبة بمغرفة صغيرة ككعب. هنا بديت باش نحط الفارينة، فارينة باش نعمل 4 مغارف فارينة، كل فارينة اكثر من السكر واكثر من الحاجة الاخرى. نعرفش ديما نتفكر حسبت قديش، صدقوني كل يوم ننسى حاجات ولا عندي نسيان غير عادي. البنات البارح حطيت تحت ايدي البافيت طحت لي، ما نعرفش كل حاجة نحطها عندي وليت ننسى اني انا حطيتها ونضيعها. هنا ضيعتها في الشارع يعني. وهنا عندي الزيت عملت 3 مغارف زيت، وهنا عملت 3 مغارف حليب. اما مش كنت نسيان ولت عندي بصفة غير عادية في كل حاجة يلزمني هكا. تصوروا انتم توا انا نعمل حسبت ونسيت، خيهم يقولوا من التلقيح، خي ربي قدر الخير وكهو. هنا عندي الفانيليا تو باش نحط بعد ما حطيت نخلطهم هذوك مع بعضهم ونزيدهم سكر فانيليا، سكر فانيليا مش سكر زهر. تحبوا تحطوا حطوا، كل واحد راهو يقول يحب عليه في الماكلة، راه مش حاجة في الكوجينة عندها قواعد. لا القواعد ما فماش قواعد في الكوجينة، ديما تجرب وديما كل واحد والطعم اللي يحب عليه. ما لقيتش الخميرة، شوفوا انا خميخدة ميخدة باكو ريتو كيفاش ما يلزمش الوحدة تحبس. ديما في دارها فما مونة، ديما فما حاجة مرك هكا مستركنة باش مش وقت اللي تحتاج تلقى. تو انا هاني نصور وحضرت وكمشش عندي تراسيلي خارجة للشارع وراجع. شفتوا الحذاقة؟ انا حطيت مغرفة ونص صغيرة، معناتها يعني مغرفة بالكبير. انا زدت شوي، انا ديما كيكرو مع الخميرة نعملها حتى في الطاجين، خميرة الجاتو. هنا ايه الخميرة الكيميائية هذيك، تو نخلط بالكدا هاك المكونات مع بعضهم. وباش نجيب ديما نمسحها، ما نحبش نصور ولا ما نحبش حتى نبدا في الكوجينه نطيب ونلقى هك حاجات بلايص بلايص، ديما تلقوني نحب نمسح. هنا جبت الرمكان تاعي، تحبوا تحطوا في كيسين اكواب حاجات، المهم تتحمل السخانه باش كي تدخل الميكروويند ما تقلقكمش. باش نبدا ندهن بالزبده تو، وماذا بيكم البنات الزبده ما تكونش كميات كبيره، ما تعملوش كميات كبيره في الزبده باش ما تحرق لكمش من اللوط. هاكم تو تشوفوها كي نخرجها هنا تو. البنات باش ندخلهم للميكروويند، حطيت هنا الكب كيك نتاعي، شوفوا محلى منظرهم مزيان. شوفوا البنات انا ما حطيت الشوكولا، والله عندي شريت باكو كامل اكل الطوابع هذاك ونسيت الغالب جل من لا يسهو. اما نتوما تحطوا في الوسط مش قالب كامل، خاطر على الرمكان يسمى تجمو تقسموا شويه تحطوا منه، ولا طابع شوكولا تاخذوا شوكولاته عاديه تحطوا طابع في الوسط هكاك. بعدين كي تاكلوها تلقوها من داخل شوكولا ذايبه، خاطر جست باش تذوب. تنجموا في بلاصه الزيت البنات تعملوا الزبده، خاطر انا جربتها بطعم الزيت وطعم الزبده، لقيتها بالزبده اخف من الزيت. وبحكم الزيت ماشي بارق تانية، هو حكيته فارغه قوي تحسوه فيه صنة حشاكم، فاستعملوا الزبده خير. حاولوا تعملوا 3 مغارف زبده نتاع ماكرة ما يبدوش مكومين، على كل واحده نتاع كب كيك مغرفه نتاع ماكلة زبده. وهذه الاومليت البيتزا اللي تحبوا نتوما حضرت نتاعي حصيلو. وهنا باش نعمل كاس حليب، اللي مات هذيا نشرب في الحليب هكا هاو. اليوم شتيت قلت نعمل معاها شوكولي يعني شوكولاته مذوبه باش نحطها معاها. وشوفوا يا البنات شوفوا هك الفبار وهك الذوبان نتاع الجبن، نودكم ولا نشهيكم وان شاء الله الناس كلها قسمها في الجنه. من أبسط الحاجات
ديما نقولها لكم هذه تصنعية حاجات بهي برش. تو باش نحط على الطويلة ونقعد هكا خطيوة خطيوة دبيبة دبيبة نعرفش ما لقيتش الكلمة نحطه ناكل في راحة عقلي عاملة بون كيف على الفطيرة متاعي. يا ربي وليك الحمد، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. ديما في محتوى ديما نقول لكم راهي ما تتكلفش وما تتطلبش من الدنيا نكونوا معقدين برشا، وإلا لازم نعملوا ونحطوا ونقدوا كذا هكا. ديما سملي بسم الله ويا ربي العمل عليك، وشوفي كيفاش تحضر لك سفرة من حاجات موجودة في الدار من غير قالك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حطي يديك وقولي يا ربي بارك. والله البنات لا عندكم فكرة على البنة نتاع الفطور هذي. هنا هاني جيت نصب في الحليب، ان شاء الله معومه ان شاء الله معومه الحسيل. بعد ما باش نفطر معاكم هكا حطيت فطوري باش نخرج مع بعضنا. ديما نعيشكم معايا كل حاجه هكا نعيشها معاكم، يعني نهاري كيف ما هو وفيها رساله. شوفوا ليامات اللي فات هنا الشوكولين البنات راني ما نزيدوش الشوكولات، الشوكولات قلت لكم عادي عقلي شوكولين ما نزيدوش السكر مش شوكولين هذا يا راه هاك الأوبا يظهر لي أوبا ديك محلات فيها حلوة مش كاكاو كهو زايدينها برامو السكر نشربها هذيك هي نحطها ونشربها. هنا صديقاتي الكب كيك، الكب كيك متاعي شوفوا كيفاش طلع هشوش اسفنجي خفيف نودكم ولا نشهيكم وإن شاء الله قسمكم في الجنة وريت في وجوهكم الخير. وسامحوني يا الحبالة ويلي تتوحموا واللي تتبعوا فيه إن شاء الله ربي يخلصوا حالكم. وإذا عندكم أختكم أمكم جارتكم حبيبتكم قولها تعمل لكم وصفات فات شوفوا عدن هنا هيا شوفوها البنات بربي هاوش نهزها توا كاملة وشوفوا كيفاش بيتزا عبارة بيتزا هاي بسم الله. استنى هاتو نهزها ما نعرفش وين في الفيديو أما تشوفوها كي نهز. المهم هذه هي الفطور متاع اليوم، حبيت نحكي لكم وانا هكا دوب ما حليتها هيك هزيت دوب ما حليت الميسنجر لقيت مساج من عند قريبتي شو هنا عملت لكم كيما كشافيه كي اللي يذوقوا الحلو يذوقوا المالح يشربوا الماء باش نذوق لكم كل شيء ونعطيكم راي يعني كانكم انتم قدامي. المهم عاد قريبتي بعثت لي للمولد وتعيد عليا وكله قالت لي فاتن كليتي العصيده وحدك؟ قلت لها والله لا كليتها وحدي كليتها ومعايا الناس ذوقت الناس الكل احبابي واصحابي وقاربي وجيراني. المهم هذه يا سيدي مشيت جبت من الفريجيدير وراجلي قال لي تو اسمعني نحكي انا وياها قال لي تو العشرة نتاع الليل هكاك من قالتي راهي حابسه في الوقت هزينا روحنا كنت تشوفوا معايا ديجاكم في الشارع اما خرجنا وما عندناش ايسونس وديجا فما ازمه نتاع ايسونس كالعاده ديما الله يصبرنا وربي يبقي الستر علينا وكا هو وان شاء الله معناتها حدها حد ايسونس مش المواد الاساسيه نتاع التوانسه الكل. شوفوا الناس الطوابير اللي تستنى كل مرة هكا تعودنا معناتها شنو باش نقولوا ربي جريها على صلاح هذا هو اللي نجم نقولوه. فهزينا رواحنا مشينا للكيوسك فتشوا فك الليل على كيوسك فيه ليسونس الحصيل هو اخيرا فما واحد يعرفوا راجلي فيه مشينا خذينا منه وشدينا ثنية ومشيت لقريبتي وحبيبتي وهزيت لها العصيدة وان شاء الله بالشفاء ولهنا لها ومحليه جبر الخواطر وما هو شمزية اما نتفكروا بعضنا لانها ما تحلى الماكلة كان مع الناس وما تحلى هكا العادات والكل كان كي نتفكروا بعضنا وهذيك هي راهي يعني الهدف منها العياد وكل باش الناس تحن على بعضها وتعيد على بعضها وتتسامح مع بعضها وتحب بعضها. فصحوا بالشفاء لها وهذا هو فيديو اليوم ان شاء الله يكون نال اعجابكم.